تخوض الفنانة أمينة دراما رمضانية من خلال عملين، الأول مولد وصاحبه غايب مع النجمة فيفي عبده وهيفا وهبي والإخراج لشيرين عادل، وبتقدم فيه دور البنت البسيطة عسلية كهربا اللي بتعمل مع نوسة بطلة العمل في الموالد الشعبية. المسلسل الثاني هو أهل الهوى مع فاروق الفيشاوي ودينا وإيمان البحر درويش والإخراج لعمر عبد العزيز، وبتقدم فيه دور فولا المطربة المغمورة في فترة العشرينات والتي تحلم بالشهرة على يد الموسيقار سيد درويش اللي بيقتنع بموهبتها لكنها تتلقى تهديد بالقتل من أهلها لمنعها من الغناء. ومن ناحية أخرى اعتذرت أمينة لمرة تانية عن تصوير فيلم عش البلبل بسبب عدم ظهورها في العمل بالشكل اللائق الذي تراه مناسبا لها.